السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو غيهمكم بزاف حيت دائما كتقولوا لي ندير لكم على الماكياج ديال ميركادونا اللي كنتو دائما كتقولوا لي هضري لنا عافاك عليه، واش زوين وشنو الحاجات اللي خاصنا نشريو والاساسيات في الماكياج من تما. وهاد المره هذه غادي نعاود ندير واحد التعاون مره ثانيه مع قناه نزهه بيوتي اللي غتبان لكم دابا في البانطايا. من بعد ما تكملوا هذا الفيديو تشوفوا المكياج، الاساسيات ديال المكياج، شنو اللي خاصنا نشريو وشنو اللي مهم يكون عندنا في الدار. ومن بعد ما تكملوا هذا الفيديو هذا دوزوا القناه، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو لتحت وغنخلي لكم القناه حتى هي باش تدخلوا وتكملوا الجزء الثاني ديال المكياج. انا غنوري لكم بعض المكياج اللي عندي هنايا والكماله ديال المكياج الاخر غادي تشوفوا في القناه ديال نزهه بيوتي. وعلاش انايا الا كنتو غادي تسولوني ولا سميتو علاش انا دائما درت ثاني مره يعني كولابوراسيون مع قناه نزهه بيوتي، حيت صراحه واحد المراه اللي يعني ديال الثقه ويعني بحالي يعني كتوري شي حاجه ما كتكذبش، فاش كتوريها ما كتكذبش في هذيك الحاجه وكيكون داك الشيء ديالها زوين بزاف، ويعني بحال القناه ديالي. وحتى كيكون عندنا نفس الافكار، نفس الاذواق، نفس يعني نفس الحاجات، وداك الشيء علاه فاش كنديروا شي مشاركه ولا شي حاجه يعني دائما كنفكروا بجوج في شي حاجه اللي يعني كنكونوا بجوج اصلا فكرنا فيها نديروها، يعني بجوجنا كيعجبنا يعني نفس الذوق. اول حاجه اللي غادي نبداو بها قبل ما نحطوا مباسي دي ماكياخي ولا كريم الاساس ولا الفون دو تان، اول حاجه اللي غادي نحتاجو للترطيب، يعني قبل كل شيء غادي نحتاجو للترطيب. ولكن قبل من الترطيب اذا كان البشره ديالنا محتاجه للتقشير ولا اكسفولينتي لابد خاصنا نقشرو الوجه ديالنا باش الوجه ديالنا يكون محيد منه هذوك القشور ويكون محيد منه كامل هذوك العيوب، يعني تقشرو كامل هذوك العيوب وداكشي دوك القشور وداكشي اللي كينوضو فاش كنديروا الفون دو تان. بحال مثلا كاينين في البنات في القناه كيسولوني عافاك قولي لنا شنو اللي يعني شي حاجه اللي فاش نديروا الفون دو تان ما يكونوش كيبانوا دوك النقاط البيضين ولا دوك القشور وداكشي. شي علاه ضروري نديروا التقشير، نقشروا وجهنا باش يتحيدوا لنا دوك النقاط البيضاء اللي فوق النيف، داكشي اللي كيجينا هنايا ابيض كيبان في الفون دو تان معيق وخايب، كاع داكشي اللي كيجينا هنا بلاصه الدهون، دوك القشور اللي كيجيونا في الوجه ديالنا غادي نحيدوه كامل بالتقشير ولا اكسفوليانتي. اللي غيسولوني فين غنتلقى اكسفوليانتي راه هضرات عليه نزهه بيوتي في القناه ديالها ديال ميركادونا. دوزوا منين دوزوا القناه ديالها غادي تشوفوا واحد الفيديو هضرات لكم على المقشر ديال ميركادونا، وانا هضرت على بعض المقشرات ديال بريمور اللي استعملت ديال البشره الجافه. مهم ثاني حاجه من بعد ما نديرو التقشير ولا نديرو شي ماسك لوجهنا باش يتحيد لنا كاع هذوك العيوب اللي عندنا في الوجه ديالنا غادي ندوزو للترطيب. الترطيب غادي يعني غادي نوري لكم انا بعض الكريمات اللي كنرطب بها انا الوجه ديالي. نتوما يقدر عندكم شي كريمه عزيزه عليكم دائما كتستعملوها كترطبوا بها الوجه ديالكم. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تلقاو شي كريمه مرطبه ننصحكم ببعض الكريمات اللي خديت من ميركادونا. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه، حيت عارفه انا باللي عندي 90% ديال البنات في القناه عندهم عندكم كلكم البشره جافه، غادي نبدا بالبشره الجافه. البشره الجافه غادي ننصحكم بهذه الكريمه هذه اللي كنت هضرت لكم عليها. هذه الكريمه هذه سميتها تا اتلانتيا كما كتشوفوا، وهذه الكريمه هذه راه فيها اس بي اف 15، يعني فيها واحد واقي الشمس يعني 15 درجه نقدروا يعني نديرو في وجهنا ونخرجو، يعني ما غادي نخافو من حتى شي حاجه ولا الشمس ضر لينا الوجه ديالنا. المهم
هذا راه هضرت لكم عليه بالتفاصيل في الفيديو اللي فات. الا بغيتو تعرفوا عليه اكثر واكثر سيروا لهذاك الفيديو اللي درت المشتريات ديال يعني كريمه، راه هضرت كريمه في العنوان الجافه بالنسبه للناس، راه هضرت عليها بالتفاصيل وسميتو. وانا مازال ما يلا زعما الصراحه شريتها جديده، مازال غنهضر لكم عليها اكثر واكثر من بعد فاش نساليها، ولكن بهذاك يعني هاد يعني قليل باش استعملتها بانت ليا يعني مزيانه. المهم نصحكم بهاد الكريمه هادي، غنفتحو من الداخل باش نوري لكم غير بحالاش كيجي الباكاجين ديالها. كيجي داير بحال هكا، وهاد الكريمه هادي راه كون الويفيرا، يعني راه ديال الويفيرا. دابا غادي ندوز نهضر لكم على ثاني حاجه في الكريمات المرطبات بالنسبه للناس اللي عندهم البشره جافه. عندهم البشرة جافة يقدروا حتى يستعملوا هذه اللي شريتها مؤخرا هذه، والصراحة عجبتني بزاف 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 بزاف. هاد الكريمة هذه اللي كنت هضرت لكم عليها في واحد الفيديو كما كتشوفوا، كتجي هي الاسبوما ليمبيادور ديالها، اسبوما ديال الوجه، كتغسلي الوجه ديالك ومن بعد كديري هاد الكريمة هذه. الصراحة نقول لكم احسن واروع كريمة خديت وعجبتني بزاف 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 هي هذه كاع احسن كريمه، احسن كريمه في 2018، والريحه ديالها زوينه 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 بزاف. هذه هي احسن كريمه في هذا العام خديتها. راه اسبوما ديالها راه وريتها لكم في الفيديو الثاني، ما كاين لاش نوريها لكم هنايا. اللي بغات تشوف الاسبوما ديالها راه في الفيديو الاخر، شوفوه في القناه. دابا غادي ندوز الناس اللي عندهم البشره دهنيه. هذه قلت لكم الجافه اللي عندها البشره ديالها جافه بزاف ومحتاجه لواحد الهيدراتاسيون، ولكن بغيت نقول لكم باللي انا عندي البشره دهنيه وكنديرها وما كنحسش بهذوك الدهون. يعني البنت اللي عندها البشره دهنيه بحال ديالي غير تستعملها وحساسه بحال ديالي، حيت انا عندي واحد البشره حساسه بزاف. اي حاجه غسلت بها كتخلي ليا، ولا اي حاجه درت لوجهي كيبقى وجهي حمر حمر بحال صرفقتيني، ولا كيولي كله فيه طبايح حمرين ابسط حاجه. وهذه هي اللي صراحه لقت ليا الوجه الحساس، وحتى دهني راه جات معاه النيشان. دابا غادي ندوز نوري لكم الكريمه المرطبه بالنسبه للناس اللي عندهم البشره دهنيه، راه هضرت لكم عليها بالتفاصيل. هي هاد الكريمه هادي، راه هضرت لكم عليها مزيان مزيان. اللي بغات تعرف التفاصيل على هاد الكريمه هادي تشوف الفيديو في القناه. هاد الكريمه هادي تقدروا ترطبوا بها الناس اللي عندكم البشره دهنيه قبل ما ديروا فندوتان، يعني ماشي كدير الدهون ولا شي حاجه، يعني هادي غير الترطيب الا بغيتي دير وجهك، وتقدري ديريها في الصباح والليل. وهادو كلهم اللي وريت لكم تقدروا ديرهم الصباح والليل. دابا غادي ندوزو للكريم الاساس. الكريم الاساس اللي كنستعمل خديته جديد هو هذا ديال فيخو. راه بغيت نوري لكم، حيت هذاك الاولاني اللي كان عندي رقم جوج، وهذا خديت رقم ستة. تشوفوا خديت رقم ستة كما كتشوفوا، هذا هو الرقم اللي خديت جديد، حيت هذا الرقم هو اللي جاني مع وجهي النيشان، وراه هو اللي دايره دابا. كنت انا واخده رقم جوج، ولكن رقم جوج داك البيج ما عرفتش ما عجبنيش بزاف، كيبقى ما عرفت بحال كيبين العيوب بزاف في الوجه وداكشي، ما صراحه ما عجبنيش داك البيج رقم جوج، ما عجبنيش بزاف. هذا هو اللي خديت الراحه ديالي فيه. رقم ستة كنديرو كيبان وجهي بحال ناتورال بحال عادي، راه هو اللي دايره اليوم الوجه ديالي كما كتشوفوا، راه ما يعني عادي ما سميتو. المهم هذا فيخو ما كيخي فيخو كوبري، انت كيصلح الناس اللي عندهم البشره دهنيه. واللي بغات ديروا البشره جافه خاصها لابد تقشير وترطيب، يعني تقشير وترطيب. وهذا راه كيشبه الاستيلودر، يعني محطوط بحال استيلودر، غير هذا كوبرتورا، هذا كوبرتورا ديالو شي شويه ثقيله، كيغطي كاع العيوب اللي في الوجه، كيغطي كلشي المانتشو، كيغطي كلشي اللي في الوجه. و استيلودر حتى هو يعني كتحسي به كيغطي شي حاجه، كتحسي به خفيف على الوجه، غير هذا كتحسي به شويه ثقيل حيت كيغطي مزيان. دابا غادي ندوز نهضر لكم على ثاني حاجه. ثاني حاجه اللي غادي نوري لكم في المكياج هي الماسكارا. الماسكارا البنات كلنا كنحتاجو واحد الماسكارا، وكنبغيو نطيحو في شي ماسكارا اللي تكون زوينه بزاف، اللي تخلي لنا الرموش ديالنا زوينين. وكنصحكم بهاد الماسكارا هذه،
دير ب3 اورو ولا 4 اورو و90، ما بقيتش عاقله. هذه احسن ماسكارا جربتها عندهم، دائما كتكون عندي في الدار حيت زوينه 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 بزاف. كاع هذوك الماسكارات اللي جربت عجبوني، يعني نقولوا عجبوني، ولكن هذه عندي رقم واحد. يعني هذه الماسكارا هذه دائما كتكون عندي، ولا كملات ليا كناخذها. الحاجه الاخرى اللي بغيت نوري لكم خديت هي هاد الفيغني، وهي اللي دايره انا دابا في الضفار ديالي كما كتشوفوا. كتجي شي شويه بحال الموف غامق صراحه، واحد اللون زوين. علاش خديتها؟ حيت عندي واحد العكر داير على هاد اللون هذا، خديته في بريما، يعني غير واحد الكابا ما تلاش غادي تحتاجي الثانيه. وصراحه واحد الكابا اللي درت في الضفار ديالي وشوفوا كي جاوني، يعني كتصبغ مزيان، عجبتني. والثمن ديالها كدير بديك اورو و85، حيت صراحه خديتها على حساب العكر اللي خديت، ودائما كنت كنقلب على الصباغه ديال الضفار اللي تكون دايره بحال بحال هذاك العكر اللي عندي، وما تلاقيتهاش، وتما تلاقيتها وعجبتني. حيت دائما كيعجبني ندير خصوصا في المناسبات ندير العكر بحال الصباغه ديال الضفار. المهم، اخر حاجه اللي غادي نهضر لكم عليها هو هاد ايلاينر هذا اللي جابوه جديد. ما عرفتش، بان ليا بلي بدلو. الا كنتو عقلتو على هاد ايلاينر جيل، كان واحد ب10 اورو، كان هذا بحالو وكان ب10 اورو، ولكن ما كانش الباكاجين ديالو داير بحال هكا. بعد رديت البال باللي بحال واقيلا داك اللي كان ب10 اورو ما كيتباعش ليهم بزاف، شدوه. وشنو اللي بدلو فيه؟ هو بدلو هنايا، ضببوه، حيت في الاول كان هذاك هنايا كيبان لك الكحله من الداخل، هنا ضببوه وبدلو هنايا، يعني هنايا داروا لي هاد السميه من الفوق. والثمن هبطوه بزاف ولا غير ب3 اورو و90 ولا 3 اورو و50. صراحه كنت دائما كنبغي ناخده، ولكن كان كيجيني شي شويه غالي، يعني 11 اورو ولا 12، مابقيتش عاقله، ولا 10 اورو شي حاجه، وكان كيجيني شي شويه يعني ثمنه غالي. وملي شفتو دابا بقيت كنقول راه هو نيت، غير بدلوا لي الباكاجين ديالو وخفضوا لي في الثمن. كما كتشوفوا هو هذا، راك تقدري ترسمي به فوق العينين وديري به حتى كحله شي شويه من تحت العينين، هذا تقدري ديري به بينو. هذا كيصلح للناس المبتدئات اللي ما كيعرفوش يديروا داك البينو ليكيدو، هذا تقدروا ديروا به، يعني غيجيكم ساهل. وهذا البنات راه كيدار بهذا النوع ديال البروتشا كما كتشوفوا. راه غادي نجرب لكم دابا من بعد شي شويه فوق هنا، حيت انا دابا ما دايرهش ايلاينر، غنجرب لكم شويه باش نشوفوا جميع، حيت انا مازال ما جربته. والثمن ديالو صراحه رخيص بزاف، غير ب3 اورو 50 ولا 3 اورو 90، كان في الاول ب10، ولقيتو دابا غير ب3 اورو و50 ولا و90، مابقيتش عاقله. هذا راه ديال لارغا دوراسيون، يعني داك المكياج اللي كيبقى لك بزاف. وانا صراحه جربته قبيله فاش كنت في سميتو، حيت هذا خديته جديد، جربته هنايا وبقيت كنمسح فيه كنمسح فيه، ما بغاش يتمسح ليا كاع في يدي، راه كنمسح فيه وما بغاش يتمسح. هو ودوك العكر ديال داك العكر اللي سميتو فيكس، حتى هو درتو هنايا وما بغاش كاع يتمسح ليا في يدي. دابا انا غادي نوري لكم كما كتشوفوا، راه ما شتي، راه لا داك العكر اللي سميتو فيكس ما بغاش يتحيد، وهذا حتى هو هذا اللي وريت لكم حتى هو ما بغاش يتحيد، راه مسحته وغسلته والو ما بغاش يتحيد. المهم البنات، اول حاجه غادي ندير غادي نهز شويه بهذا البروتشا كما كتشوفوا، حيت كيجي بحال كريموسو. انا صحاب الوش كيجي بحال داك النوع الاخر اللي قاصحين، وفاش جيت سميتو. المهم انا غادي نهز واحد المرايه وغادي نجرب شويه فوق عيني. كما كتشوفوا البنات، درتو في هاد العين الثانيه، وهاد العين الثانيه درتو لكم غليظ، وهاد العين الثانيه درتو لكم رقيق ما معيقش. المهم هاد العين الثانيه هادي راه غلطتو من هنايا، طولتو كما كتشوفوا. الصراحه انا عجبني بزاف بزاف بزاف، خصوصا عيني حيت كيضروني وداك الشيء، ما جانيش يعني كيضرني في عيني، لا يعني داك اللي كيدولي خايف فيه هو فاش كديريه في سميتو، كديريه فوق عينك كتحسبيه بحال فوق عينك مكمش، ولا من بعد كيولي بحال هذا. هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ديروا لي بزاف ديال لي لايك، وما تنساوش تزوروا القناه ديال نزهه بيوتي. وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله.